يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يبدأ الوقت المسنون لقراءة سورة الكهف؟ وهل صحيح أنه يبدأ من صلاة العصر يوم الخميس حتى صلاة مغرب يوم الجمعة؟ ما هو بصحيح هذا، الذي ورد في الأثر أنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس، تبدأ من غروب الشمس ليلة الجمعة، فإذا قرأها من غروب الشمس وما بعده فإنه حصل على السنة. نعم.